نحن هيدا الانهيار تخطيني، نحن دخلنا مرحلة تحلل وتفتت الدولة، وهذا ما عم نشوفه يعني اليوم اللي عم نسمعه، صار في تفتت لهيدي الدولة، وللأسف انه اليوم بعدنا ككتل نيابية والكل، واليوم انا ما بدي يكون يعني اليوم انا نايب عن كل الشعب عن 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 كل البنين، انه اليوم هل هيدي صرخة اليوم للناس انه تعوا لنقعد لنتحاور حتى نقدر نشوف الرئيس؟ مش رح يكون هو الحل، لانه كان عندنا رئيس وما قدرنا نعمل شيء. نحن اليوم بحاجة لإنتاج حوار ينتج عنه رئيس بمشروع كامل لإعادة ما تبقى. ليش رفضتوا الدعوة إلى الحوار ما دمكم مقتنعين أنه نحن بحاجة لحوار لنقعد نحكي؟ اليوم نحن ما رفضنا الدعوة للحوار، والحوار اللي كان دعا له غبطة البطرك، نحن قلنا منشارك دون قيد أو شرط أي حوار بيندعى له. هلا هيدا حوار مسيحي مسيحي، عم نحكي عن حوار على مستوى على صعيد وطن. أي حوار بيندعى له نحن رح نكون موجودين، حتى لو دعا الرئيس بري. ما دعا الرئيس اليوم بدي اقول لك بالدعوه اللي كانت اللي دعاها الرئيس بري، كان في جو يومتها اذا بتتذكري جو من التشنج اللي كان موجود. نحن قلنا خليها تروق الامور، يعني انت اليوم ما فيك تروح تتحاور مع يعني واللي داعي للحوار هو طرف، وكانت الامور كثير كثير يومتها مأزمه، قلنا خليها تروق الامور وبنرجع بنشارك بالحوار. اليوم قد ما نعلي السقف قد ما نعيط على بعض بدنا نرجع نقعد على الطاولة. قدي بيكون الخطاب واطي، قدي بيكون الطريق أقصر. شو مشكلتنا أستاذ أسعد بالبلد؟ إنه كلنا عنا هذه القناعة إنه قد ما نعلي فدنا خضنا حروب، قد ما نعلي بدنا نرجع نقعد على الطاولة. ليش مصرين تقعدون على الطاولة على الدم أو على الحامة؟ خلونا نقعد قبل ما نوصل للحماوة الأكثر. بس هي اللي عم نشوفه هلأ اليوم على الهواء، وهذا حق بغض النظر بكسره ما حق. شو ما عملوا صار حق، هلا كنا قبل ننتقد، هلا لا. شو ما عملوا قليل، دولار 80,000، العالم ما بقى معها تاكل، مصرياتها محبوسه بالمصارف، المصارف عم يشتغلوا بكيديه اكبر كمان، وياهم مسكرين ابوابهم كمان، وعم يضغطوا على السلطه لحتى او تمشي الكابيتال كنترول او تمشي يلي بدها اياه يلي بدهم اياه، ويمشي كل شيء على ذوقه. اصلا ما بقى في ما بقى في كابيتال، ما بقى في كنترول تينعمل، ما بقى في كابيتال تينعمل عليك كنترول، بقى في حق. ليش بدنا نقعد على الدم وعلى الحامي؟ نحن كرمال هيك زرنا كل القيادات اللبنانية وكل الكتل النيابية ودعونا يعني بهاللي إلى حوار، الكان حوار ثنائي أو الكان حوار على صعيد الكل. أنا اللي بدي أقول لك، مش نحنا اللي مطبعين على الصعيد الحكومي أنه الأمور ماشية ولو ما في رئيس جمهورية ومنعمل جدول أعمال طويل عريض، ولا نحنا موضع بمجلس النواب أو موافقين ينوضع جدول أعمال بحوالي 80 بند وكأنه الأمور ماشية وكل شيء بخير. نحنا عم نقول أنه هيدا الوضع اليوم وضع مأزوم، هيدا الوضع استثنائي، ما فينا نحن نجي نتأقلم معه، وما فينا نحن نطبع هيدا الوضع. نحن اليوم في عنا أولوية، أولوية هي انتخاب الأولوية؟ انتخاب رئيس الجمهورية. لا، شو هي الأولوية؟ هيدا الشيء اللي على الهوى هو الأولوية، أكل الناس، ما فيك تعالجي معيشة الناس. سمر، كيف بدك تعالجي؟ بدك تعالجو بانتخاب رئيس جمهوري أوكي اليوم هلأ هلأ منكم قادرين تعملوا رئيس جمهورية؟ مين بده يعالجو؟ بس لما تقلي فكرة إنه نطبع مع الحكومة بلا بروح مشي بس شؤون الناس، كيف بدك؟ مين بده مشيها؟ أي مؤسسة؟ أي حكومة؟ مصرف لبنان؟ من المصارف؟ مين بده يدير البلد؟ كيف بدنا نعالج؟ العلاج بيبدا مش رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية بيدير البلد؟ رئيس الجمهورية مش هو الحل، الحل يكمن انه يكون في عنا اتفاق والتفاف لبناني حول الرئيس بخطة عمل حتى نقدر نعالج هودي الملفات، حتى نلتفت لهموم اللبنانيين، بدل كل واحد منا كل واحد عم يلتفت لهمومه لمصلحته الخاصة. خلينا نتعالج كلياتنا،
أنا عم أقول خلينا نتعالى كلياتنا ونجي نشوف هيدي الناس الموجوعة. أنا اللي بدي أقول لك إياه إنه ممكن نحن ما ناكل هاي الأكلة ناكل أكلة تانية أخف وتوفير، بس أنا ما فيني أقول له للمريض اللي عم ياخد حبة دواء إنه أنت اليوم بلا ما تاخد حبة دواء، لأنه إذا ما أخد حبة دواء هيدا بيموت. عم نشوف نحن الوضع كيف رايح. نحن اللي عم نقوله اليوم الرئيس ليس الحل لحاله، إنما هو المدخل الضروري والأساسي لبداية حل وبداية انتظام كيف؟ انتظام المؤسسات، وحتى نقدر نجيب ثقة دولية من خلال خط التعافي، من خلال صندوق النقد الدولي، من خلال هيدا الرئيس يقدر يشكل خرق مع المجتمع الدولي والمجتمع العربي ليلتفت لألنا. حتى تقدر تجيب هيك رئيس بده يكون في على الأقل اتفاق، يعني أكثر من النص، على الأقل خلينا نقول 80% أكيد من الأطراف اللبنانيين، لا تقدر تجيب رئيس بهي المواصفات اللي حضرتك ذكرتها، لأنه هذا بالمدينة الفاضلة. لا مش قادر يعمل في الهول ويمشي شؤون الدولة ويرضى. كان عندنا رئيس جمهورية، كان عندنا رئيس جمهورية ورئيس، يمكن أنا بدي يعني أنا اليوم بالتكتل وبحزب اللي هو رمز لنا وأيقوني بالنسبة لنا، إنه لأنه كان بهيدا الاصطفاف وبهيدا الانقسام ما قدرنا عملنا، وبالتالي مش مستحيين يقولوا انه فشلنا بعمليه بناء الدوله والمؤسسات لاسباب داخليه، لانه ما كان في التفاف حول هذا الرأي. شو المطلوب اليوم؟ المطلوب هو الحوار بين اللبنانيين، واذا حدا مفكر مين كائنا من كان انه بيقدر بيجيب رئيس ب 65 نائب ويقدر يامن لهم اياهم لهيدا الشخص كائنا من كان، ونحن بنقدر بنعمل عمليه انقاذ، هيدا بيكون وهم. هيدا مش بس وهم، هيدا رح بيقضي على ما تبقى من لبنان، ونذهب الى ما قبل الحرب الاهليه، ورح بنفوت بيصير بمحاور وميليشيات والناس لكن هيدي شو هيدي رساله للثنائي الشيعي؟ مش عم اقول انا مش عم اقول للثنائي. نحن المطلوب منا الحوار، ما حدا منا بقان يعني اليوم حزب الله وحركه امل والثنائي، بعتقد ما في رئيس بشكل ضماني لهم اكثر من الرئيس ميشيل عون. شو قدرنا عملنا لميشيل عون حتى نساعده بعمليه بناء الدوله والمؤسسات؟ شو قدرنا عملنا؟ واذا فينا نعمل ليش ما عملنا لميشيل عون؟